وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في يوم الاثنين لثلاث خلون من ذي القعدة الحرام لعام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسائل فاضل كريم يسأل عن هذه القصة، يقول: كان في زمن موسى عليه السلام رجل لا يستقيم على التوبة، كلما تاب أفسد، فمكث على ذلك زمنا، فأوحى الله تعالى إلى موسى: قل لعبدي فلان إني قد غضبت عليه. فبلغ موسى عليه السلام الرسالة إلى ذلك الرجل، حزن وذهب ذلك الرجل إلى الصحراء، قال: إلهي، أن أنفدت رحمتك أم ضرتك معصيتي، أم نفدت خزائن عفوك أم بخلت على عبادك، أي ذنب أعظم من عفوك والكرم صفاتك القديمة واللؤم من صفات الحادثة، أفتغلب صفتك وإذا حجبت عبادك من رحمتك فمن يرجون، وإن طردتهم فإلى من يقصدون، إلهي إن كانت رحمتك قد نفدت وكان لابد من عذاب فاحمل علي جميع عذاب عبادك، فإني قد فديتهم بنفسي. فقال الله تعالى لموسى: اذهب إليه وقل لهم لو كانت ذنوبك من الأرض لغفرتها لك بعدما عرفتني بكامل القدرة والعفو والرحمة. نعوذ بالله من هذا الكلام، سبحان الله. هذا الكلام يا إخواني كلام باطل، وأنا الآن أحكي لكم أين تجدون هذا الكلام. هذا الكلام رواه عبد الرحمن ابن عبد السلام الصفوري المتوفى كما قال الزركلي سنة 194، وقال غير واحد، بل مات بعد 899 هجرية. هذا الرجل جمع من الكتب وخلطها بكثير من الأحاديث الباطلة والموضوعة، هو أديب ومؤرخ، إذا ليس له علاقة بالعلم الشرعي، لكنه مع ذلك أقحم نفسه عفى الله عنه وألف كتبا. فألف مثلا كتاب سماه الصيام، وهذا كتاب فقهي، وألف كتاب المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة، وألف كتاب صلاح الأوراق والطريق إلى الفلاح، وألف أيضا كتاب وهو الذي ذكر في هذه القصة الباطلة الموضوعة، وهو بعنوان نزهة المجالس ومنتخب النفائس، جمع فيه كل كذب وموضوع كما ترون في هذه القصة التي هي من الإسرائيليات، رواه في كتابه في المجلد الثاني صفحة 37 أيها الكرام الفضلاء، هذا الكتاب الذي ذكرته لكم نزهة المجالس ومنتخب النفائس، طبعة المطبعة الكاستلية في مصر سنة 1382 هجرية، من يعني الكتاب قديم طباعته، وهو في مجلدين، وهذا في المجلد الثاني صفحة 37. وبسبب هذا الكتاب، طبعا هو طبعا كان له كرسي للوعظ في الجامع الأموي في دمشق، وبسبب هذا الكتاب حكم عليه الشهاب الحمصي وطرده من المسجد ومنعه من كرسيه. ليه؟ لما يكثر من القصص الموضوعة والباطلة من نوعية هذا الكلام. وهذا الأمر ذكره بنفسه عبد الرحمن الصفوري في كتابه بعنوان حوادث الزمان، ذكره في حادثة 15 جمادة الأولى سنة 99 و800 هجرية، وهذا الذي أؤكد أنه مات بعد سنة 899، وليس كما ذكر الزركلي رحمه الله أنه مات سنة 894 هجرية. وعلى هذا نقول هذه قصة باطلة، وهذا فيها من سوء الأدب ما الله به عليم، يعني من الألفاظ التي فيها من سوء الأدب أن يقول له يا موسى يعني أنا غفرت له أنه عرفني القدرة والعفو والرحمة. الله أكبر، يعني هذا فيه وصف الله بالجهل، كبرت كلمة تخرج من أفهمه يقولون إلا كذب. ولذلك الشافعي كان يقول إن القصاص يضربون بالقباقين، وكان عمر كما في كتابه في الكتاب الماتع وهو بعنوان محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب، وفي كتاب أيضا مناقب عمر بن الجوزي، كان يمنع القصاصين من ورود المساجد، لما يلبسون على الناس ويدلسون على الناس ويؤذون الناس بمثل هذه. وأيضا في سوء أدب مع الله عز وجل، هل هناك عبد يقول لله تبارك وتعالى
بخلت على عبادك، هل يقول إن هذا نفدت رحمتك أم ضرتكم معصيتي؟ والله عز وجل يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فنقول هذا الكلام كلام باطل جملة وتفصيلا أيها الكرام الفضلاء. والحمد لله الأحاديث والآثار التي تتكلم عن التوبة وعن فضل التوبة يا أخي موجودة وملأة وكثيرة يا إخواني يا كرام يا فضلاء. يعني انظر سبحان الله إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فالتائب اللي بيحقق شروط التوبة كما ذكر إمام النووي رحمه الله، وقال النووي يقول رحمة الله عليه في رياض الصالحين: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلا ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، أن يندم على فعله، أن يعزم ألا يعود. فإذا كانت في حق من بآدمي فشرط الرابع مع هذه الثلاثة أن يبرأ من حق صاحبها، إن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. وانظر إلى هذا الحديث الجميل وبه نختم هذه الإجابة حتى لا نطيل، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسنات، وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعمة الله على الظالمين. متفق عليه. وانظر إلى هذا الحديث الجميل الذي حديث قدسي ورائع جدا لكي نفهم هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. راه الترمذي وصححه وابن القيم وحسنه العلامة الألباني. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.